لو لونسمون اوفيسيال تاع لي تيست. لي تيست هذو بالسكر، خاطر كنا درنا لي تيست بالماء، لي تيست افيد، لي تيست بالماء. هذه المرة الأولى نديروا لي تيست بالسكر. لماذا؟ لأن ما كانش عندنا البخار. شفتوا بعينيكم لو بروسيس ككل، ومن جهة أخرى شفتوا باللي الآلة تكون راهي جاهزة وراهي قابلة للاستعمال. إن شاء الله كي نكملوا لي زيسي ندخلوا في الإنتاج نتاع السكر وثم في التسويق. احنا رانا دايرين التسويق في الثلاثي الأول ل 2025. المصنع ككل مسير وشيد من ايادي جزائريه 100%. لي كاباسيتي تاعو نعاود نولي ليه هو تكرير 2000 طن يوميا، فيهم سكر بلون كريستاليزي، فيهم سكر رو كريستاليزي، وفيهم سكر ليكيد يجي اون سيترن بور سارتان اندستريال.